جراء فقدان صوابنا بينما نفسنا في مأساة رومانية ما زال اليوم الدم في جناحنا. هذه كلها الطرق اللي لازم نخاطب بها شبابنا، لأن بهذه الطرق أي شبابنا أولا نزيد شوية في حب الافتخار، نزيد شوية في حب الجزائر، نزيد شوية في قدرتهم مواجهة تحديات المستقبل، الدنيا صعيبة، نزيد شوية في أمالهم. هذا وتتابعون ملخصا عن رد الوزير الأول أمام أعضاء مجلس الأمة عقب ثمينة اليوم على القناة الأرضية والجزائرية الثالثة. بعد القرار المشترك الذي وقعه وزراء الصيد البحري الصناعة والفلاحة في منع استعمال الصناديق الخشبية في تخزين ونقل المنتجات البحرية واستبدالها بصناديق بلاستيكية وصدوره بالجريدة الرسمية في 28 أبريل 2010، بدأ مهنيون ومحترفو الصيد بولاية الجزائر بتطبيق هذا النظام الجديد الذي من شأنه الحفاظ على صحة المستهلك ودخوله عالم التصدير وفق المعايير الدولية. هشام كليبي. الإجراء الجديد يهدف إلى حماية المستهلك من المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام الصناديق الخشبية، وكذا السماح بتصدير المنتجات الصيدية وفق المعايير الدولية. يتساءل الجمهور السينمائي بمدينة سيدي بلعباس عن واقع دور السينما التي باتت مغلقة وعرضة للتلف. الآراء متشعبة والحل مجهول. كضرب السينما راه مغلوقة، ما كانش كاين قهوة، قهوة ماشي كاين التواصل بين هي كانت السينما، هي السينما هي اللي عندها دور كبير في ثقافة المواطن. شوية يا بلعباس راهي فاي توتال في الدومين ديال السينما، فاي توتال ميزابار هذه السينما اللي داروها الموسم وتيدي راه عاود نسمعوا فيها ودون بو دو طون تولي كيما خوتها. قارة السينما الذاتية الوحيدة التي أصبحت جاهزة وبعيدة عن الدور المنوط بها رغم الأموال التي صرفت من أجل التهيئة. كبير الجمهور اللي يستنى كما في الانتظار، ولكن اون فوا الأبواب هاد القاعات يفتحوا جو سوي سارتان كو غادي يجوا. القاعة تقتصر حاليا على احتضان الأطفال لتقديم عروض سينمائية متنوعة لتفادي الروتين في انتظار الجديد من الجهات الوصية. هنا منطلقة فعليا إن شاء الله لهذا الشيء اللي نتمناه راح يكون عندنا يعني واحد البعد تثقيفي مهم جدا، حتى بعد من ناحية نشاط ثقافي في ولاية بلعباس، لأنه معروف ولاية بلعباس فيها نشاطات ثقافية عديدة. دونك لما نزيد لها إن شاء الله قاعة متحف سينما راح
راح يكون اقبال نتصور ان راح القاعه تمتلئ على الاخر. هذا وتامل مختلف الشرائح بسيدي بن عباس على اعاده بعث قاطره السينما بدل بقاعه سينما تلك الى حين ايجاد حلول ناجعه لفك معضله القاعه الاخرى. طبيعي اكد الوزير الاول الصحفي عبد القادر الطلبه وعدم استعداد جبهه البوليساريو المقرره في كل مساعي التفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه بان خيار الحرب يظل مطروحا، خاصه ان البوليساريو لا تنتظر شيئا كثيرا من اجتماعات نيويورك، مع اصرار المغرب على موقفه المعرقل واستمرار موجه الضغط التي يمارسها في الاراضي الصحراويه المحتله. وعند تطرقه لدور الامم المتحده في حل القضيه الصحراويه، قال عبد القادر الطالب ان البوليساريو ما زالت تعتقد ان الامم المتحده يمكنها ان تنظم الاستفتاء وتراقب خرق حقوق الانسان بالصحراء الغربيه، لكن المغرب لا يسمح لاحد بالقيام بهذا العمل، ولا حتى لبعثة المينوسو، الشيء الذي يوحي بإخفاء أشياء كثيرة. هذا وجدد الناطق باسم كتابة الدولة الأمريكية فيليب كارولي التأكيد على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم جهود وسطة الأمم المتحدة حول ملف الصحراء الغربية، موضحا بأنه لا يوجد هناك تغيير في السياسة الأمريكية في هذا الموضوع. في فلسطين حذرت السلطة الفلسطينية من احتمال عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة بعد التصعيد الأخير والخطير بالمنطقة، كما ذكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تعليمات جيش الاحتلال باستهداف عناصرها في غزة يعد تصعيدا إسرائيليا جديدا قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في القطاع، تتحمل إسرائيل وحدها تداعياته. وفي العراق رحبت مختلف الأطراف الدولية بتشكيل الحكومة العراقية التي أنهت 9 أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، واعتبرت هذا الإنجاز خطوة هامة في طريق إرساء الديمقراطية والمصالحة الوطنية بالبلد. إيمان بوذنجا. بعد 9 أشهر من الفراغ السياسي والخلافات بين الكتل السياسية العراقية، يصل العراق إلى نهاية النفق لترى الحكومة جديدة النور، حيث سيتولى نور المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الأمنية الثلاث، الداخلية والدفاع والأمن الوطني، فيما تضمنت التشكيلة الوزارية 41 وزارة من بينها 13 وزارة بالإضافة إلى 3 نواب لرئيس الوزراء، ليبلغ عدد الطاقم الحكومي 45 شخصا. وبعد ذيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب العراقي، رحب المجتمع الدولي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث اعتبر مجلس الأمن الدولي أن هذه الخطوة إيجابية وتعكس رغبة الشعب العراقي في العمل من أجل تأسيس عراق موحد وديمقراطي فيدرالي. من جهته اعتبر الأمين العام الأممي بان كي مون أن تشكيل الحكومة العراقية خطوة رئيسية باتجاه التقدم الديمقراطي، وبدوره رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بإقرار مجلس نواب العراق تشكيلة حكومة المالكي، وصفا منح الثقة للحكومة الجديدة بالخطوة الكبيرة نحو تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد. برنامج الحكومة الجديدة يقوم على أساس بناء عراق مستقل ديمقراطي اتحادي تعددي يتمتع بسيادة كاملة، كما يقوم منهاج الحكومة على العمل بجد لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي محليا وإقليميا ودوليا. وفي الجوار تستمر حالة التوتر والاحتقان مع تمسك إيمانه بكرسي الرئاسة ورفض وطنه للحوار ودعوة أنصاره إلى العصيان المدني، فيما فرضت واشنطن اليوم قيودا على دخول مقربي إيمانه وأعضاء حكومته في الأراضي الأمريكية. حفظ أقصر تلك. قلق أممي من احتمال نشوب حرب أهلية جديدة يلوح في أفق كوت ديفوار التي تعيش على وقع الانقسام بين سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الرئيس المنتهية ولاية لورون غبابو ورفضه الضغوطات الدولية المطالبة بتنحيه، وبين العصيان الذي أعلنه مؤيد الحسن وتارا المنتخب والمدعوم من الأسرة الدولية والرافض للحوار مع خصمه غبابو. الأمم المتحدة التي أصبح تواجدها غير مرغوب فيه اتهمت القوات الموالية لغبابو بمحاصرة البعثة الأممية في كوت ديفوار وخنق حكومة واتارا، وصفة الوضع بالخطير خاصة مع تزايد عمليات الاختطاف ضد موالي واتارا وتدفق المرتزقة كما قالت من دول الجوار تحسبا لأي مواجهات محتملة. واشنطن من جهتها تحذو حذو الاتحاد الأوروبي اليوم وتفرض قيود
كما أعلنت نيجيريا أمس إجلاء جميع دبلوماسيها من كوت ديفوار في انتظار إجلاء رعاياها بعد تعرض سفارتها في هذا البلد لهجوم. أحداث قد تزيد من حدة الاحتقان وسط تخوف دولي من انزلاق أمني خطير في البلاد. أعلنت كوريا الجنوبية عن البدء في مناورات بحرية ضمن أكبر مناورات عسكرية جوية بحرية وبرية بالذخيرة الحية التي ستقوم بها على مدى 4 أيام قرب المنطقة الموزوعة السلاح التي تبعد 20 كيلومترا عن الحدود مع الجارة الشمالية. وتهدف هذه المناورات إلى التدريب على مواجهة أي تسلل لغواصات أو لبواخر للمنطقة. وجه الاتحاد الأوروبي انتقادا صارما للمطارات الأوروبية بسبب فشلها في تسيير أزمة موجة البرد غير المألوفة التي أدت إلى اضطراب حركة النقل الجوي والبري وإلغاء آلات الرحلات في الأيام الأخيرة مما أدى إلى انتشار الفوضى في أنحاء أوروبا. ودعا رئيس مفوضية النقل الأوروبي مسؤولي المطارات الأوروبية إلى التعامل بجدية مع الأزمة فيما شهدت كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية فيضانات أدت إلى إخلاء المنازل كما عرفت المنطقة انقطاعا في الكهرباء وحوادث مرورية. وفي اليابان خفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى الإنذار الذي أعلنت عنه في وقت سابق لحدوث موجات مد بحري تسونامي بارتفاع مترين وذلك بعد أن وصل ارتفاع أمواج شواطئ أرخبيل جزر أوغاساوارا الواقعة جنوب شرق البلاد إلى 30 سنتيمترا فقط وهذا عقب زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريشتر ضرب المحيط الهادي على عمق 14 كيلومترا تحت سطح البحر.